ما كاينش شي فتاه ليل كتحب هاد الطريق ومرتاحه فيه الا اذا كان عندها شي خلل. قصتنا الليله غادي تخلينا اننا نتعلموا ما نحكموش على الناس وبلي انهم عاشقين او لا مرتاحين في هاد الطريق اللي هي طريق الفساد. كل وحده منهم وشنو الدافع اللي حتم عليها باش انها تقبل بهاد الامر وتدخل ليه واخا الشريعه نتاع مولانا كترفضه مهما كانت الظروف. حكايه الليله عبره ونصيحه لكل انسانه غلطات، عبره ونصيحه لكل مراهقه ولكل ام ولكل اب. ما تمشوا فين وبقوا معي باش تتبعوا القصه كامله والاحداث. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه، وكنتمنى ايضا انني نكون تنونسكم وكنزيدكم في قاموس اليوميات ديالكم خير لعقولكم وحتى قلوبكم. وكيف العاده عندي لكم واحد الطلب جد 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 صغير، ما تبخلوش عليا باش انكم تضغطوا لتحت على زر الاعجاب حيتاش يسعدني التفاعل ديالكم. فما نطولوش اكثر ونقول لكم لنبدا. لمياء واللي هي صاحبة قصتنا اليوم كتقول حنا كبرنا 5 ديال الخوت، كنت انا هي الكبيرة فيهم. با ومي عايشين معانا، ما عندناش ما خصناش وعايشين الحمد لله. بابا منين تيخرج من 5 ديال الصباح ما كنشوفوه حتى 11 ديال الليل. الام ديالنا عصبية بزاف لدرجة انها كتشرب الدواء نتاع الاعصاب، اما عن طبيعتها فهي منعدمة الحنان وحتى التواصل. نحكي عني شخصيا، كانت الاهانة والعصا لدرجة شحال من مرة شكيت في امومة تالية، خصوصا بالتصرف الغير الانساني اللي كانت كدير معايا واللي كانت يخليني نفكر بحال هكا بلي انه بابا كان مزوج وما تسليه المراه، وكنت تسبع بلي انه كانت عنده شي بنت حتى هي ماتت. تنقول ديما مع راسي يمكن انا هي ديك البنت اللي تيقولوا عند بابا، يمكن انا بنته هو، داكشي باش هي كتصرف معايا بحال هكا. ما لعبت كيف الدراري، ما خرجت، واذا كنت نمشي للمدرسه ديما تنجي هازه الهم لديك العصا اللي غنشد في الدار وعلى والو. المهم بقينا هكاك حتى وصلت للثامنه، خرجت من القرايه وبقيت في الدار. تعلمت الصنعه ولكن ما درتهاش في راسي، غادي يجي يخطبني واحد السيد من بعد علاقه حب، ولكن ماما غادي ترفض، قالت لي بلي انه غادي نصيفطك لواحد المدينه باش تخدمي. فعلا مشيت عند خالتي ودخلت مع بنتها تخدم في واحد اللي ما كاينه فيه غير تماره وما كيخلصوناش. تكرفصنا وما عجبتنيش الخدمه، فقررت باش انني نخرج ونقلب راسي على شي خدمه. لقيت واحد السيده كتسكن في الخارج وطلبتها واش نخدم عندهم كمساعده في الدار. هاد السيده قالت لي الخلصه ديالك اللي غادي نولي كنعطيها لك خبيها وحنا غادي نتكلفوا لك بكل شيء. فعلا كنت بخير ومزيان وما خصني حتى خير. لما خالتي شافت ديك السيده مهليه فيا جاتها الغيره وبدات كتعمر راس ماما، غادي تجلس لك تما، غادي تبدا تخدم في ديور عند عباد الله وما غاديش دير والو وغيتفلاو عليها. بما انه ماما كانت كتسمع الهضره ديال الناس وكتاثر بها، فقالت لها ديك خالتي رجعيها لعندك وشوفي لها شي خدمه حداك. ماما عيطت ليا وقالت لي ها السخط ها الرضا، بغيتي الرضا رجعي لعندي، بغيتي السخط بقاي تما. بقيت كنشوف وانا نرجع عند امي. بقيت معاهم قنط ومليت وقلت لهم بلي انني بغيت نخدم، ما يمكنش نبقى بحال هكا بلا خدمه. قالت لي واخا، مشيت خدمت واحد اللي تعرفت فيه على واحد السيد كان في الخارج، كان تيدير شي حوايج باش انه يثير انتباهي ليه ونتعجب به. عطاني المرتو بقينا في تواصل، قال لي انا في الخارج وعجبتيني وبغيت نديك. كنت صغيره 15 سنه، كنت تنفكر في شكل، كنت باغا غير الحنان والاهتمام. المهم بقينا اليوم غدا وتيطمعني بشي حوايج ما كاينينش حتى غادي يدي لي شرفي. مشى للخارج وكل مره كندوي ليه ولا كيتهرب. خرجت توصل لي واحد الشخص من العائله وخدمت في المخبزه، بقيت خدامه فيها، وهذاك خينا اللي قلت لكم كان مطمعني غادي يخبر، وهنا فين عرفت بلي انه حياتي ضاعت وبلي اهم حاجه مني راه مشات. بقيت خدامه عند داك السيد في المخبزه وكنت عاجبه، فبدا تيحاول حتى هو بدوره كيتقرب مني وكيعطيني الاهتمام وكان تيحس بيا وكنت كنعاود ليه شنو في خاطري. المهم عمر داك الفراغ اللي كنت محرومه منه، للاسف غادي نغلط معاه حتى هو، ولكن هاد المره كان خطا فادح وما يمكنش نصلحه. من بعد شهر تعطلت عليا الدوره الشهريه واقترحت عليا صاحبتي انها تديني عند طبيبه النساء، وهنا فين غادي نكتشف اولا غادي نلقى راسي بلي انني حامل. غادي نمشي عندو المخبزه نقولها ليه. تخيلوا قال لي ماشي شغلي، انت اصلا من النهار الاول ما كنتيش بشرفك، سيري شوفي لمن تلصقي هادشي اللي في كرشك، وهذاك الشيء راه ماشي ولدي، سيري كلي ولا لوحيه. تصدمت ما عرفتش ما ندير، وهنا فين غادي تبدا المعاناه وحوايج واحد اخرين اللي كبر مني. هنا فين خاصني عاوتاني نوض نشوف شنو ندير لهاد المصيبه. دارنا اذا عرفوا والناس حتى هما فين غادي نحط وجهي. مشيت كنقلب بغيت ندير الاجهاض، حتى واحد ما بغى الا بالفلوس. جمعت شي بركه، فاش ساعدت ليه كل شيء بدا يرفض مره اخرى، حيتاش كانت عندي شهر وشي ايام. ما بقيتش عارفه كيف ندير وانا عايشه مع دارنا، وكيفاش غادي ندير مع ماما وهي مريضه
وبابا شنو نقول ليه؟ العقل ما كانش نهائيا وما كانش كنفكر في العواقب ديال كل حاجه. المهم قررت نقول لماما واللي بغى يوقع يوقع. مشيت لعندها قلت ليها شنو؟ قالت لي شكون. مشيت عندها وقلت لها شنو شنو شنو. قالت لي شكون؟ قلت لها فلان. قالت لي ما يمكنش يديرها، وذاك راه صديق العائله، ما دخلتش ليها لراسها حيت كان معروف عليه بلي انه عنده سيره حسنه والصلاه والدين الى ما اخره. المهم فاش قلتها ليها ديك الليله غادي نهرب من الدار، مشيت شديت الكار ومشيت لمدينه كبيره عند واحد بنت خالي، كرات ليا بيت وبقات كتعاونني في المصروف حتى نشوف شنو ندير. وانا ديك الساعه كنت قاصر عندي 17 سنه. المهم بقيت تما. بابا ساق الخبر، بدا تيقلب عليا وبقات يخاصم على ماما باللي هي السبب. المهم غادي تنوض الروينه، بقيت في ديك المدينه وكان خصني لا كارت ناسيونال وانا ما عنديش. فين ما مشيت نخدم كانوا تيطلبوها مني، ما لقيتش كيفاش ندير من غير اني نخدم في الديور وانا بكرشي. والدي تيقول لي فاش تقربي تولدي لوحيه، وانا ما حيتي مع راسي مازال ما متقبلش هذا الامر وما عارفاش شنو ندير وما كرهتش نحيدو. بقيت كنشوف وبالي بلي انا شحال خص هاد بنت خالتي تبقى صابره عليا، كاريه ليا وموكلاني بزاف عليها. فغادي نمشي عند ديك السيده اللي كنت خدمت عندها في الاول وحكيت لها القصه ديالي وشنو كاين. قالت لي جلسي، ولكن بحق راجلي ابدا ما خصوش يسيق لهاد الخبر لهاد الشيء. غادي تكفل بيا، وبقيت معاها شهر وكان خاص ضروري باش انني نجيب لاكارت ناسيونال ديالي. راجل ديك السيده ساق الخبر بلي انني حامله وما بغاش يقبل عليا في الدار عنده حيت كان ملتزم، وخا صراحه كنظن بلي انه الالتزام ما عندوش علاقه بهذا الامر لانه هذا الشيء يسمى بالرحمه او الانسانيه. المهم قالت لي سيري عند والدتك ديالك صايبي لاكارت واجي نشوف لك شي خدمه هنا ويدير الله خير. وهنا كان خاصني نرجع للدار، خفت نمشي ويشوفني بابا ويدير فيا شي حاجه واخا هو انسان درويش. المهم وصلت دخلت حسيت براسي بلي انني مرمدت وجهه في التراب وما عرفتش كيفاش نقدر نبقى نشوف فيه. دخلت ديريكت لبيتي وسديت عليا وانا تنشوف امي وخوتي اللي كانوا شي شويه كبار وفاهمين شنو كاين. ما تصوروش هذاك الاحساس، نعيا ما نوصفه لكم، ما نقدرش نقول لكم كيفاش داير. ماما قالت لي سدي عليك هنا حتى نشوفوا باك شنو غادي يدير الا شاف. جا بابا في العشيه قالت لي امي انا في البيت، وبدا تيدق عليا حتى عيا. والو ما بغيتش نحل عليه البيت، مشى نعس حتى لا غد ليه وعاود جا دق مره اخرى وهو يقول لي حلي يا بنتي. هاد الكلمه بالضبط فاش قالها ليا وياه كيف حسيت بها، بحال شي جبل تحيد من فوق كتافي. هاد الكلمه نتاع بنتي زعزعاتني، حليت الباب وشاف فيا وقال لي هذا هو المكتوب، ما عندنا ما نديرو، انت ما كانش عندك العقل وما كانش اللي يدير لك العقل. قال لي شنو غادي ديري يا بنتي دابا؟ قلت لها با انا غادي نمشي نشكي به حيت كنت مينور، كنت قاصر، لا غد لي غادي نمشي عند البوليس اللي عمرني ما عرفتهم كيف دايرين في حياتي. ومشيت للمحكمه عند وكيل الملك اللي عطاني واحد البريه وغادي نديها للبوليس. كنت بوحدي وانا صغيره وتندير هذا الشيء كله، حتى حد ما شد بيدي ولا وقف معايا وانا بكرشي. غادي ندير داك السيد شكايه وغادي يسيق الخبر حيت عنده صحابه من البوليس اللي غادي يقولوها ليه على اساس انه واحد القاصر راه جات دارت بك شكايه. بات مصبح خوى البلاد، وبما انه المدينه كانت صغيره كل شيء عرف الواقعه. والدي فاش شافوا بلي انه هذا الخبر انتشر في ديك المدينه ولا كل شيء كينعس فيهم ما رضاوش. كانت عند با واحد الارض اللي باعها وغادي يرجع بها للبلاد هو وامي وخوتي، وانا رفضت باش انني نمشي معاهم، فضلت نقلب على شي جمعيه ديال الامهات العازبات حتى غادي نلقاها في واحد المدينه اخرى اللي واحد صاحبه بنت خالي توسطت لي حتى دخلت ليها. العائله انتشر فيها الخبر ولا الحديث والهضره غير عليا انا. ماما مرضات ودخلت في واحد الحاله نتاع ما بقاتش كتعقل على ولادها وغير كتبكي، ويا على معاناه ويا على حاله اللي درسها فيهم، حولت حياتهم بين ليله وضحاها الجحيم بقلت العقل ديالي. المهم بقيت في ديك الجمعيه اللي كانت في مدينه واحده اخرى حتى درت ديك 8 شهور. جات عندي امي ما عقل على حتى شي حد من ولادها من غيري انا، شدات الكار حتى وقفت عليا وقالت لهم بغيت نشوف بنتي لميا. فاش خرجت عندها تصدمت، واحد الحاله كانت فيها مسكينه بقات فيا قطعت ليا قلبي، وانا تنموت وتنقول انا هي السبب. كنت نقلب على الحنان وضحكوا عليا، كنت نقلب على اللي يفهمني وضحكوا عليا. المهم بزاف ديال الكلام اللي كنت كنلوم به راسي ديك الوقت. مسكينه فاش شفتها هكاك كانت حالتها حاله، وشديتها وبديت كنسلم عليها وكنزير عليها. دوزنا داك النهار من بعد مشات في حالها. المهم ولدت ولدي من بعد نوض تخدمت في القهوه، وانا يلاه ولدت بسيمانه غادي نوض نخدم بالحلال. كانوا كيعطوني 800 درهم في الشهر وانا عندي مسؤوليه خصني نقلب على الكرا باش نخوي ديك الجمعيه حيت غادي يجيو ناس واحد اخرين بلاصتي. امي غادي تجي تدي ولدي اللي عندها، وخا في الاول ما بغاوش قالوا لي لوحيه ولا عطيه، ولكن انا تمسكت به
وما بغيتش نخليه. ماما في الاخير غادي تكفل به وتديه رباته مع اخوتي، وانا بقيت في هذيك المدينه كنقلب على بات ولدي حتى ما لقيت عليه حتى شي اثار. وهو كان في ديك الوقت روشيرشي حيت شرفعت عليه قضيه بلي انا تعدى عليا وانا قاصر، ولكن حتى شي خبر ما كان عليه. بقيت كنتلاوح من قنت لقنت، غنخدم في قهوه في ميناج، كنقول نجيبها غير بالحلال وباش ما كان. واحد النهار تعرفت على واحد البنت وقنعتني بلي انه الخدمه اللي كنخدم فيها انا راه ما كافياش، وبلي راه عنديش لا مسؤوليات وهضره واحده اخرى. المهم عمرت لي راسي مزيان، غادي تقترح عليا باش انها تعرفني بواحد السيد اللي لاباس عليه وتهلا فيا. واخا هذاك العالم عمرني كنت فيه ولا عمرني فكرت فيه، كنت انسانه حدوديه واخا غلطت ماشي مره وماشي زوج، ما كنتش فاهمه الحياه مزيان وداك الشيء باش اصلا دارت بيا. ما كنتش كندير المكياج ولا كنتجرأ في اللباس ديالي، عمرني ما كليت ساندويتش في الزنقه، عمرني ما ركبت في الطوموبيل، وبزاف ديال الامور كنا ناس داخلين سوق راسهم. المهم غادي نتعرف على داك السيد اللي كان مزوج وقال لي بلي انه بغى يكون مع وحده اللي تكون الخليله ديالو ويتهلا فيها. صراحه ما رفضتش وقبلت باش اني نكون الخليله ديالو، وبالمقابل اللي بغيتها غادي نلقاها. في نفس الوقت غادي نتعاشر مع بنات اللي الخدمه ديالهم كتكون غير بالليل، وكل وحده وظروفها باش تلحت لها هادشي، حتى وحده ما غاديه بخاطرها. غير هو الفرق اللي كان بيني وبينهم هي اللي كانت كتشرب، هي اللي كانت كتكمي. الحمد لله ما تبليتش حيتاش كنت عارفه بلي انه هادشي ما دايمش، وعندي ولد ما نبغيش يشوفني هزه شي حاجه ما تليقش بيا كأم. بقيت مع هذاك السيد وفي نفس الوقت سكنت مع دوك البنات، كنا شادين دار وتقريبا كنا امهات عازبات. ها اللي كتعرفك على هذا وها اللي كتعرفك على هذا، انا الوحيده اللي كنت فيهم تنخدم بالنهار، واخا كنت حتى انا تندير بحالهم تنخدم حيتاش في نفس الوقت كنت رافضه هذا الطريق، ولكن الظروف حكمت عليا. كنقول يا ريت كون خدمتي وفرت لي كاع الحاجيات، ولكن انا مضطره وما كافيانيش وكانت عندي مسؤوليه اللي هي كبر مني. عاشرت اللي كيستغلك وها اللي كيضحك عليك واللي كيعطيك زوج دريال واللي ما كيعطيكش، هلي تيبزز عليك الموبقات وبزاف ديال المعاناه بلا ما ننسى الغدر ديال الصحابات. نعيا ما نشرح لكم هذا الموضوع، ما نقدرش نوصلو لكم، واللي ندمت عليه اشد ندم. استمريت على هذا الحال، واي واحد كنت تنشوف فيه كنت نقول غادي يحن عليا وهاد المره ما غاديش يستغلني. فهاد الفتره كلها كل مره فين كنخدم بالنهار ولكن بالحلال، بغض النظر على الفساد نتاع الليل اللي كان بزز مني. حتى واحد الصديق ديالي غادي يلقى لي خدمت فيها واللي فيها غادي نتعرف على واحد السيد اللي غادي يعرف الظروف ديالي، واللي كنت قلت ليه على اساس انني كنت مزوجه ومطلقه، كان تيشوفني بلي كندمر وكنت تنجري على ود ولدي. فهاد الفتره كنت نقصت من الخدمه ديال الليل، كان هو الصديق اللي كنت تنبقى فيه وكيشوفني بلي انني مقاتله مع الزمان. وصراحه عمري ما كنت راضيه بالخدمه ديال الليل لدرجه كل نهار تنطلب يا ربي يا ربي راه انا ماشي هادشي اللي بغيت وماشي هذه هي الحياه اللي تمنيت، يا ربي راه ماشي لخاطري، يا ربي راه كلشي سمح فيا وما كاينش اللي يسول فيا. تخيلوا كنت فاش كنمشي للعيد الكبير عند الام ديالي باش نشوف ولدي، كان كلشي تنشوف في عينيه تيشوفني بديك النظره نتاع درت وفعلت واحتقار. كل مره تنقول والله ما نمشي حتى ندير لراسي علاش نرجع، حيتاش ما بقيتش راضيه. المهم هذا الصديق اللي تعرفت عليه كان حنين فيا لدرجه كان كيقسم معايا الخلصه ديالو باش نكمل الشهر ديالي وبدون مقابل او لا يشوف فيا بشي نظره سلبيه. لقيته اكثر واحد اللي كان في جنبي لدرجه بدلت حياتي بسبب تصرفاته، بدلت هذوك البنات وحبست الخدمه ديال الليل وكل نهار وانا كنتعلق به. حتى لواحد النهار غادي نصرحو بالتفاصيل ديال حياتي وانا نقول ليه فلان من حقك تلومني ومن حقك تقطع معايا الهضره. غيصدمني فاش قال لي لا بالعكس انا فاش صرحتيني عاد احترمتك وقدرتك وكبرتي في عيني. بقينا هكا لمده عام. في 2017 غادي يطلب مني الزواج. واش عرفتوا كيفاش كان عندي هذاك النهار؟ ويا ما تسنيت شي واحد يعاملني بحاله ويقول لي هاد الهضره رخم الماضي ديالي اللي كان مسخ. قالها لوالدي ولكن ما بغاوش، خصوصا فاش عرفوا بلي انه عندي ولد وهما كانوا عائله محافظه. واحد الوقيته شفتوا بلي بحال بدات كيتهرب مني، بقيت اليوم غدا اليوم غدا. واحد النهار شديته وقلت ليه كاع ما تبقى تهرب، راه من حق والديك انهم يرفضوا، راه ما تيعرفونيش كيف انت كتعرفني، وبطبيعه الحال ما غاديش يبغيوك تدي وحده بولدها. وقلت ليه حتى هاد الخدمه اللي غادي تجمعني بيك ما عندي ما ندير بها، والله يعاونك. كنت نقول هاد الهضره وكانت تقطع في قلبي، ربي اللي كان عالم بيا. كل لقيت نموت داك النهار حيتاش تفرحت وقلت ربي حن عليا وهانا غادي نجمع راسي وبركه من هاد الشيء. وها هو مره اخرى الباب تسد عليا، وشحال بكيت هذاك النهار. قال لي عافاك صبري معايا بيد ما قنعتهم. دازو شي شهوره وجا عندي قال لي لمياء جمعي وراقيك وقولي لوالديك يوجدوا راني غادي نجي نتزوج بك. انا راني قلتها لوالديا وما بغاوش، وانا ما بغيتش نفرط فيك وانا اللي عارف كيفاش دايره. تخيلوا
صليت صلاة الاستخارة وسبحان الله ربي يسر في داك الشيء كله. والدار غادي نفرشوها بواحد البركة اللي كنا جمعينها، شرينا كل شيء جديد وكل شيء تيسر، تزوجنا وحضرات ماما ودرنا حفيلة صغيرة. ما تصوروش داك النهار كيفاش كان عندي، وعد راسي وعد قطعي بلي أنا هاد الإنسان نديرو في عينيا كيف ما اعتقني، هاد الانسان اللي تحدى العالم على ودي بالماضي ديالي قبلني. واخا كان انسان ما عندوش، وديك البركه اللي كانت عنده حتى في التحضيرات ديال الدار وكل شيء، بدينا من الصيرو غادي يقبل على ولدي. وحملت وجلست من الخدمه، تزيرنا واخا هكا كنا عايشين بخير، السعاده والبساطه والحمد لله، كل شيء ميسر، كل شيء تيدوي عليه بالخير. وشحال من واحد تمنى على اخلاقه، وشحال من واحد تيقول لي ما عرفناش نتيا شنو درتي في حياتك حتى ربي رزقك بهذا الانسان. الحمد لله، وشرينا طوموبيل وشهريته الاولى عطاها ليا، وحيتاش ما كانش شرا ليا الدهاز ديالي في الاول غادي يشريه ليا وبالطوبل. اي حاجه حلمت بها دارها ليا، هادشي كله كان في مده سنه، كلشي ربي يسرو ليا والحمد لله. ولدي الاول ما كيحسبوش باللي راه ماشي منه، كيدير معاه المستحيل باش ما يحسسوش، وكيتهلا فيه وكيلبسو احسن لباس. تيقول ليا بغيتو يقرا، بغيتو يولي راجل، وانا دار ليا قيمه في وسط عائلتي، شرا ليا الطوموبيل. داكشي اللي كنعيش معاه الحمد لله ما كتعيشو حتى شي وحده في عائلتي، عودني وكبر بيا، وكل من كان يقول فيا الخايب ولاو يضربوا بيا المثال. الحمد لله ربي ما خلانيش وما نسانيش، سنين كلها اللي بكيت فيها وشكيت ربي عوضني. انا اليوم وليت هزه ماما وديره ليها شهريه، ولكن للاسف الماضي ديالي باقي تابعني في راسي. ولدي ديما تيقول لي علاش ما عنديش بحال الكنيه ديال خويا وحتى اختي، تنحاول نقول ليه بلي انه باك راه سامح فيك وراه خبر، ما بقيتش عارفه واش حي ولا ميت. انا من دابا كنفكر والهمي الوحيد هو اذا كبر شنو غادي نقول ليه، وباش غادي نقنعو. مرت في خاطري واخا عايشه في سعاده مع راجلي، وهذه هي كانت قصتي، هذه هي كانت حكايه لمياء. سبحان الله، ان بعد العسر يسرا وان بعد العسر يسرا، ربي حنين وكريم، خصوصا اذا كانت السريره ديالك صافيه ربي غادي يعوضك كل خير مهما الابتلاءات ومهما غادي تصيري في حياتك. الحمد لله من بعد المعاناه ديالك ربي ما خلاكش. اما في القضيه نتاع ولدك، في رايي والله اعلم انه من الاحسن انك تدي ولدك لعند شي طبيب نفساني، او لا انت اللي تمشي لعنده باش يقول لك كيفاش تصرفي معاه وكيفاش تهيئيه لهذا الامر. ماشي عيب الاستشاره باش يرشدك انك تمشي في الطريق الصحيح، وحتى انت تكوني نفسيا وداخليا مرتاحه. الحمد لله كل شيء تيسر لك وما عندك حتى شي مشكل صعيب، هذا الامر سهل كيف ربي حل بزاف ديال الحوايج اللي كانوا صعاب واللي كانوا شبه مستحيلين، حتى هذا الامر خليه بيد مولانا. انا صراحه فرحت لك وعجبتني هذه القصه لان الاخر ديالها ايجابي. يا متابعين يا كرام، كيعجبني انني نشارك معكم القصص اللي هما واخا فيهم الالم باش تذكروا العظمه ديال مولانا، وباللي انه مهما درتي مهما خطاتي ما غادي يقبل عليك الا هو، بالاخطاء ديالك وبالزلات ديالك وباش ما كان الماضي ديالك. الهدف من هذه الحكايه ماشي باش نتفرجوا باش نتمتعوا وندوزوا الوقت، لا، ولكن باش نذكروا المراهقات اللي كيتفرجوا فينا، البنات اللي كيتفرجوا فينا، ما تحاولوش انكم تغلطوا بحال هاد الاغلاط، ردوا البال فين كتحطوا رجليكم. واذا سبحان الله انه قلبكم مال لشي شخص، فوضوا هاد الامر لمولانا وربي ما غاديش يخليكم، واذا كان فيه خير لكم غادي يجيبوا لكم ربي واخا يكون في اخر الدنيا. كنتمنى هاد القصه تكون نالت اعجابكم، وكنتمنى انكم تقترحوا على لمياء شنو دير حتى هي. انا قلت والله اعلم انها تمشي تستشر شي طبيب نفساني، فما كرهتش انكم تقترحوا عليها حتى نتوما بدوركم شنو دير، فما تبخلوش عليها بالتعليق ديالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.